بالنسبه للدور ديالي طبعا ما نعطيكم كل شيء باش ما نعطيكمش كل شيء باش يبقى الجمهور المغربي يتفرج. الدور ديالي جا هو واحد طفله اللي اسمها ديما اللي فحال اي طفله كدوز فتره المراهقه، ولكن هذه الفتره هذه اللي كانت جات واحد فتره صعيبه بزاف، شفتوا انها مع واحد العائله اللي ماشي عائلتها، وفحال نقولوا عندها واحد النوع من الكره تجاه هذيك العائله. اجواء التصوير صراحه واعر بزاف، كيكونوا اجواء رائعين، شفتوا انك تكون مع المخرج هشام جباري اللي دائما بلاطو ديالو كيكون منشط، وهيدا كيكونوا الاجواء مزيونين وكلشي كيجي فرحان للخدمه. دونك وفرحانه بزاف حيت انا هذا ثاني عمل ديالي مع المخرج هشام جباري اللي كان ديجا جمعني معاه في العمل ديال ماضي لا يموت. اي صراحه كل شيء وما نقدرش نميز واحد على اخر، ومن صراحه كاملين بهم عندي عزازين وكاملين بهم عندي قرابي. صراحه ما نقدرش نقول لكم دابا حيت هما الاعمال اللي كاينين ما كيكونوش دائما كونفيرمي فوقاش غيقدروا يكونوا وفوقاش غيدوزوا واش غيكونوا اصلا، عليها ما نقدرش نعطيك بالضبط على الاعمال اللي يقدروا يكون. دونك هاد السؤال هذا راه كيجيني بزاف من طرف المتابعين ديالي وغنجاوب عليه ان شاء الله في هذا الحوار. كنبغي نشكر بزاف الطاقم الاداري والتربوي للمؤسسه ديالي طونجيرين اللي عندهم واحد الفضل كبير وكيلعبوا واحد الدور كبير في المسيره ديالي، حيت كيعاودوا لي الدروس ديالي والامتحانات وكل شيء. وبالنسبه حتى هنا في كازا راه كي ماما راه يعني ماما وبابا راه واقفين لي بزاف على القرايه ديالي، حيت كيف ما نقولوا القرايه مفتاح الحياه، حيت ايماجي ولا ما كانش القرايه راه ما نقدروا نكونوا ما نقدروا نعملوا والو في حياتنا، ما نقدروا نعملوا حتى حاجه. دونك عليها واقف لي بزاف على القرايه ديالي حيت هي اهم في هذا الدومين، هذا راه كيطلب بزاف ديال القرايه. وكيجيو عندي اساتذه حتى هنا في كازا بون تورناج، ملي كيكون عندي مثلا ما نكونش غنصور باغ اكزومبل شي 4 ولا 5 سيكون كيجيو عندي اساتذه باش انني نقرا. كنبغي نشكركم بزاف انكم تبعتوا هذا الحوار هذا، وكيحصل لي الشرف انني نكون ضمنكم، وكنبغي نشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، وكنبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد واخا باقي ما جا، والله يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر.